السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. روايح رمضان النهاردة بقى جايب لكم فيديو النهاردة فعلا ما اتعملش في القناة قبل كده. دي اسمها البسيمة، اسمها البسيمة، أكلة مصرية هقول لك. يعني بصوا والله معمولة زي أكبر وأفخم محلات في دمياط، أشهر دولة، أشهر محافظة عندنا هنا دمياط في الحلويات أهي. هي دي بتاعت دمياط، البسيمة بتاعت دمياط. يعني شوية سمنة وتعمل بها أحلى أكلة. شوفي بتشر إزاي، بتشر الشيرة من اللي عليها وشربته، شربت الشيرة من اللي عليها أهو. يا جماعة ما أقولكوش، أنا يعني مضطرب بصراحة يعني. بس أنا هنفتح أهوت ونوريها لكم. بسم الله أهو أهو اهو، بسم الله اهو اهو، بسم الله والله العظيم، والله ما تشم، ما اقولكوش الريحة شكلها ايه اهي. وخلي بالكم ما استريحتش كمان، يعني احنا مستعجلين عليها زي ما بقول اهو. بتاع كمان خرطه اهيت، دي تتعمل مكعبات زي ما بقول اهو اهو اهو. لا 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 تحفه والله بجد، ما عندكيش فكره الريحه. اقول لكم الريحه شكلها ايه يا جماعه اهو، الريحة اهي، شوفوا منظر، هي كلها جوز هند يا جماعة، هي ديت كلها جوز هند اهي، كلها جوز هند. الصميد ايه، والدي بسيط يعني هي خفيف، مش وصفة تقيلة. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا يا جماعة هوريكم حاجة. أقول لكم بقى دليل على نجاحها كمان، على نجاح الوصفة، هقول لكم على النجاح. شوفوا الصينية، شوفوا الصينية نضيفة ازاي، شوفوا الصينية نضيفة ازاي يا جماعة بعد اللي شلناه. لا لا حاجة خرافة بجد، حاجة خرافة خرافة أهي أهي أهو أهو يا جماعة أهو. شوف المنظر، شوف المنظر عامل ازاي من هنا، حاجة فرج. اللهم صل على النبي وصلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي كده اهو. الوصفة دي يا جماعة ان شاء الله اللي بس هدوق انا بقى، انا هدوق انا بقى، لسه بتكلم كتير قوي، الكلام ده غلط اصلا. بسم الله يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي بجد يا صالح باشا، اعمل الوصفه دي وانت مغمض. اه شوف في حاجه، تعالي يا تعالي خد دي، تقدر تاخدها من ايدي والنبي، الله يسترك وتدعي لي بقى. شوف الجمال، شوف الجمال، حاجه لا وخفيف، اللهم صل على النبي، جميله قوي جميله قوي بجد. شوف اللون يا جماعه بتاعها عامل ازاي، عامل شوف لونها عامل ازاي في الطبق، وخلي بالكوا هي لسه سخنه والله، المفروض تسيح، المفروض تبات. الصينية 26، صينية هما 3 كوبايات صميد بتاع اللي هو جوز الهند ده، اللي هو بنقول عليه مبشور او جوز هند، اللي هو الوسط، مش ناعم قوي ولا خشن قوي، الوسط، يبقى زي حبات الرز كده، وشوية دقيق وشوية حاجات. والله ما احنا بقى نقول لهم بقى، هم هيشوفوا الوصفة، احنا مصورينها يا جماعة. لا لا مش هقول بقى الوصفة بقى كلها، انا عايز حاجة بتاع مش قادر اقاومها يا حاجة. انا بردد مصايلي، ايه الطعم ده؟ جميل، ايه الجمال ده؟ بجد يعني ايه الجمال ده؟
يا نهار ابيض، اللهم صل على النبي. البتاع دي يا حاجة تعملها لنا كل ليلة في رمضان بجد، عبارة عن تحفة فنية. اللهم صل على النبي. لا سيدنا تسلم حتى في الحرف دي. شوفوا عاملة ازاي، شوفوا منظرها عاملة ازاي يا جماعة. يا جماعة وصفة مظبوطة. قال لك بصوا بقى، دي بتاع الحلواني، والله العظيم دي بتاع الحلواني. الحلواني خد يا حاجة دي، حط طبق صغير كده. شوفوا، لا لا لا، الحاجة ايه، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، بجد عجباني قوي. خد يا حبيبة قلب، خد يابا، حاجة ايه، حاجة فوق الوصف. لا لا لا، ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله عليه. وصفة سهلة جدا والله العظيم، ما هتاخد 5 دقايق الوصفة. لما تجهز الحاجة كده ما تاخدش، لا مش هتاخد 5 دقايق. عاملة ازاي يا مسايل؟ هي عبارة عن مبشور. ها؟ عبارة عن مبشور. عبارة عن مبشور. شوف شوف، لا شوف انا واخدها بالزاوية كده اللي عاملة ازاي، والصينية نطق الصينية خلص. شوفوا يا جماعة المنظر، منظر رهيب بجد يعني. شوفوا المنظر عامل ازاي اهو. لا لا، شوف المنظر، الصينيه نضفت، الصينيه يا جماعه الحاجه طالعه منها لا لا، معموله صح، معموله صح الصح اهو. امشوا على الوصفه اللي احنا عاملينها ان شاء الله يعني، ان شاء الله نحاول نعملها لك، هحاول احطها لك على طول قبل الفيديو بتاع الاكل ده عشان انت تشوفها وانت تحكمه والله العظيم. وبعدين يا جماعه مش مكلفه خالص، هي برضو مهمه قوي ان الشربات يغرق تغطسها شربات. اه لا مقادير، هي تاخد 2 كوباية شربات اللي هو الشرم دي، 2 كوباية وربع. وهي اول ما تطلع من النار وسخنه وتلاقيها شربت الشربات ده، تعرف انها مظبوطه 1000000%، تعرف انها ممتاز. خدنا وقت قد ايه يا حاج؟ شوف كده هم طولش بس. اللهم صل على النبي. المهم شيركوا في القناه يا جماعه وفعلوا الجرس. اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعملوا تشجير للقناه يا جماعه، عشان ان شاء الله القناه جايه وهترفع باذن الله. احنا بس مطبخين اليومين دول بوصفات رمضان ديت، انا ما بظهرش كتير برضو عشان نحاول نعمل الحاجات اللي ايه اللي هي مش موجوده في القناه في بتاعه رمضان نعملها. تمام. وكل سنه وانتم طيبين، عودها عليكم بخير يا رب وبصحه، وتبقوا في احسن حال يا رب. كل اللي بيشوفني يكون في احسن حال يا رب، ويبقى سعيد ويبقى صحته كويسه ويبقى في احسن حال هو واولاده وحبايبه كلهم ان شاء الله. وادعوا لنا ان ربنا يكرمنا كده ويوصلنا لرمضان، يبلغنا بالشهر الكريم كده ونصوم اصحاء سعداء مبسوطين باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم بخير. والقناه الثانيه يا جماعه، القناه الثانيه بس ادعموني فيها شويه يعني. طبعا الناس المصريين هم اللي اكيد هيسمعوا القناه، وبرده حبايبنا اللي بره برده يشوفوني كده يعني. والفيديوهات كلها قصيره يعني، دقيقه دقيقه ونص دقيقتين، اخبار سريعه يعني. شكرا شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.